الهكرات خرجوا عن السيطرة وتعبوني بجد، وللأسف أنا قررت قرار غريب. تم رصد العدو. نوك نوك. اوف بقى يا جلهوي على دي. اوعى يا خنزير. اقعد يلا. بعد معاناة اللعبة على الطوب ضد المفاعلين والهكرات، قررت هعيش يوم كامل من حياة المفاعلين والهكرات. يعني مثلا لازم اشيل البانر بتاعي وخليه من الساكورة للاعب لسه بادئ اللعبة، لان كل المفاعلين بيلعبوا بحسابات جديدة. وكمان اللبس، اشيل لبس ساكورة الغلابة واحط لبس مفاعل الغلابة، بس هسيب الساكورة عشان نشوف ردة فعل الناس عاملة ازاي، لان المنظر شكله غريب. لو شفت الحساب من بره تحسبه حساب مفاعل، لان من غير بانرات ومن غير اي حاجة، وفي الاخر تلاقي راس الساكورة. وكمان الموضوع ما خلصش على كده، انا هفعل في اللعب، بمعنى ان هدخل اجيام فلاش سكواد في الجراند ماستر والعب شرط ان اجيب كل الكلات هيت شوت، ولو كلايه واحده ما جبتهاش هيت شوت هوزع عليها كود جواهر. وعشان اضمن لكم حقكم، بعد كل جيم في تقنيه الفار هنشوف انا جايب كام كل وكام منهم هيت شوت. انا متاكد ان انتوا هتتصدموا في فيديو النهارده. وكمان كبرت لكم الكل مسج عشان تبقوا شايفين كل حاجه بعينيكم وتعدوا الاكواد. وعلى فكره انا صورت الجزء الثاني من الفيديو ده مع لاعب معروف جدا بالتفعيل، فاتاكد انك عامل لايك عشان لو الفيديو ده وصل 5000 لايك انا هنزل الجزء الثاني. وما تنساش الاشتراك. خلاص احنا داخلين على 400,000. واول جيم كان ضد لاعبين محترفين، بصراحه كان من اقوى الاجيال. واحد راح لعيب لعيب. عاش عاش عاش. اهم حاجه هيت شوت. في واحد معدي اهو. نوك. اطلع اطلع. نوك. ضربه متحسب بس اصفر، ما اتحسبتش اصفر الحمد لله. وبعد ما اخدت تاني جوله حصل معايا اللي دايما بيحصل مع اي ساكوره. في حد قدامي. نوك. فيرست بلاد. نوك. لا حرام حرام حرام. وده اللي انا قصدي عليه، ان اول ما اموت ينام بالطريقه دي، ومش فاهم ايه الفكره بصراحه، بس اللي اعرفه ان لازم نندمه. خليه يبش عليك. ارجع ارجع صاحبي، مات هنا كمان. نوك. دبل كيل. واحد نوك. تاني نوك. لا لا حرام يا جدعان حرام. بوش 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 بوش. تم رصد العدو. يا ابن اللعيبه فاضل واحد. ما يصحيش ما يصحيش ما يصحيش. جامدين قوي جامدين قوي. اهو اهو اخر واحد اهو. شكرا. بس كده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فين يلا؟ فين اللي كان بيقول بوت؟ فين اللي كان بيقول عليا بوت؟ مش شايفك يلا. معلش. دلوقتي جينا لوقت الفور، وزي ما انتم شايفين جبت 8 كلات 8 هيت شوت، يعني مفيش اكواد للاسف، بس لسه اللي جام اللي جايه كتير. ايه يا اولاد اللذينة؟ في ايه؟ ما بيسيبش ايده من عذر الضرب. وبعد ما خسرنا اول راوند وموتوني خنزرة، قررت اطلع روح المفاعل اللي جوايا. متحمسين كده ليه؟ اصفر من غير قصدي. نوك. فيرست بلاد. خد الواحد. دبل كيل تريبل كيل. كنت عايز اكملها ايس بالنسر. اقعد يلا. اقعد عيب. بس في طلقه جت صفرا يا جدعان، في طلقه جت صفرا. حرام حرام قسما بالله الطلقه اللي جت صفرا دي. كنت متاكد ان في حد هيطلع من هنا. العب على الروقان والتفعيل بقى. طبعا هيصحوه فانا فنش على طول. اخد هيد. لا 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 لا. جامد. فضل واحد. فضل واحد. انا دمي رايح في ده. ماشي عاش عاش عاش. الولا ساكوره بيعمل فخامه. اطلع. بص بص الطلعه الرايقه دي. انا طالع. لا انا مش طالع. طب انا طالع. انا مش طالع يا عم يا عم. انا طالع اهو مش طالع.
وبعد الاستظراف اللي انا فيه ده ضيعت الكل عليا وصاحبي جاب الجيم، ودلوقتي وقت الفور والفور بيوضح ان في كود جواهر هيتوزع. الجيم اللي بعد كده اكتشفت ان اللي قدامي من الفاير الاول، فتفتكروا مين هيكسب؟ وكمان في حاجه انا ما كنتش متوقعها حصلت في اخر الجيم. هو فين طيب؟ لا لا يا جدعان ما بحبش اسرق، السرقه هي اللي بتوديني في داهيه. بصوا النطه دي يا جدعان، دي نطه جريئه جدا محدش يعملها غير المفاعلين اللي شبه، تنط كده وتيجي هنا تبقى انت ايه واقف فوق كل الناس، فانت واحد زي ده كده هيجي كده هتروح مديله طلقه، مش هتيجي هتطلع كده بره، مش هتيجي ترجع بقى وتحترم نفسك، احترم نفسك مش كده اللعب. استغفر كفايه هزار يلا نلعب بجد. واحد نوك العب يا معلم، ما يتصحوش بوش بيتصحى الهدايه بتتصحى. يا جدعان سيبوا ليك الله، سيبوا ليك الله، ما تبقوش كده. كسر 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 يا جدعان سيبوا ليك الله، انا الستريمر انا اليوتيوبر. بص 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 خوفته خوف. ايوه ارمي انت، انا ما ينفعش ارمي، مش خايف لعيب. يلا اقعد يا تضربش على صاحبي. هنا هنا يا جدعان هنا، لا لا والنبي والنبي ماشي، المهم فنش كليتي بس عاش. وطبعا الفار بتقول ان في كود جواهر كده كودين، والحاجه اللي ما كنتش متوقعها بقى اللي هتشوفوها دلوقتي كده. هم تاني يا جدعان، هم تاني. تفتكروا هينتقم مني ولا هيخسر تاني؟ يا عم في حد بيضرب عليا، فنش كليه. الواد ده هيجي منين؟ كشف اماكن، انا كشف اماكن. بص 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 هتلاقوه هنا اهو، مش قلت لكم انا كشف اماكن. تعال يا ابني اثبت بقى، دوختني معاك. طب لو جبتني هد هديك 100 جوهره. اقعد بقى اقعد، ما فيش الكلام ده يا ابني. يا ابني تعبوا ده، امسك الراجل يا باب. ينفعش 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 عمله جيد. انتش واحد نوك. بعد ما اخدت منهم جوله اتعصبوا عليا وتحمسوا واخدوا جوله، بس انا بحب كده قوي. يلا بينا اهم اهم. ايه ده ايه ده، في ايه العيال بتاع فرطت كده ليه؟ اوف ليه كده يا يوسف، ليه كده يا يوسف؟ بيوش بيوش. انا هنا على فكره، انا هنا انا هنا، ما تقلوش ادابكم، مش جبت لكم كلايه تعملوا اللي انتوا بتعملوه ده؟ ها عايز افنش بس يا ابني، يا ابني فنش انا. تعالى تعالى تجريش ورا، جريت ورا ليه؟ انا واقف ورا اهو، انا واقف ورا، انا واقف ورا، اوعى يجي من ورانا بس. لا 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 لا، عشان اتوترت والله. استنى استنى، ما تموتش ما تموتش، ما تضغطش عليا، انت كده ضغطت عليا، انت كده ضغطت عليا جدا كمان. انا طلعت اهو بيلف. ايوه زنقت نفسنا كده. انا وراك يا عبيط، انا وراك يا عبيط. شو كده، هو العيال دي اتعصبت ولا بيت؟ انا مش قلت لك بلاش بقى، انا مش قلت لك بلاش، مش قلت لك هفكرك وانت اقعد بقى. طب ايه طيب، ما ماتش ازاي طيب؟ نملى دمنا نملى دمنا ونخش جوله كمان انا وانت، ايه رايك؟ في واحد هيعدي من هنا هنتشه انا بقى يا جدعان. السرقه يا جدعان، انا الستريمر والله. لا سيبه يصحى يا رب، يصحى يا رب يصحى. فنشوه. بقول لك ايه، بقول لك العيال دي خايفين. في ايه في ايه في ايه يا ابن اللعيبه، التاني اهو التاني اهو. عاش عاش جامدين جامدين، انا الام في بي طبعا. وجا وقت الفار، والفار بتقول ان في كود واحد بس جواه، والجيم اللي جاي ده عايز اعرف منك لو انت مكاني كنت هتعمل ايه. اقعد بقى اقعد بقى، عرفتني بقى، اطلع اطلع اطلع
بس عاش عاش عمر. تعالى 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 اطلع لي. اول تيخ ما جاتش، جات المره دي. اللي عايز اعرفه لك بقى ان الكلتين اللي فاتوا دول ما تحسبوش. لو انت مكاني هتعمل ايه؟ انا هقول لك انا هعمل ايه. توجه لهناك. هو ده انا مات هيد صح؟ مات هيد ده. لا ما ماتش هيد حرام. نوك. انا خلاص. هل ده رفيتنا اصلا؟ انت رصدته فين ده يا روني؟ تعالى تعالى. تم رصد العدو. شكرا. قاعد ورايا يا شباب. في ايه؟ تريبل كيل. يا خنزير اوعى يا خنزير. اقعد يالا. ده انت خنزير جدا. كلتين هيت شوت ما تحسبوش. انا مش فاهم ليه يعني. اربعه ابويا عاش. والفور بتقول ان في كود جواهر. انا شكلي هفلس بعد الفيديو ده. والجيم اللي جاي ده لو انت مكاني واصحابك عملوا معاك كده هتعمل ايه؟ يا جدعان انا اللي بصور، سيبوا لي كلايه. في ايه؟ بس كده يا جدعان. يا جدعان في يا جدعان عليا الطلاق بالثلاثة. ماشي عمل لي قلب خلاص. سمع صوت حد بس مش عارف فين. تم رصد العدو. نوك نوك. يا لهوي عليا يا لهوي عليا يا لهوي عليا. وطبعا صحابي مش مقتنعين ان انا بصور، فما جبتش غير 3 كلات بثلاثة هيت شوت. وده اكتر سكواد انا شفته خنزير. 4 دمتري. تريبل كيل. خنازير سكوات. خنازير اللي قدامنا بس عيبوش. اتنين نوك. فنش فنش. عاش عاش. ايه ده ايه ده؟ بيبوش بيبوش. تلاتة نوك. اوف بقى يا لهوي على دي. يا لهوي على الجمدان. يا لهوي على الجمدان. الاربعة هيت شوت صح؟ نوك. ايه مش كده هي. قتل. ايه قتل؟ انا جايبه هيت شوت ورب الكعبة جايبه هيت شوت. انتوا شايفين الطلعة الحمراء والله. نوك. جامد جامد. عاش يا ابن اللعيبه. اوف على الفوق. فور 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 فول فول اتلخبط. فول هيد والله فول هيد. نوك. شفتوا النت يا جدعان؟ القنبله حطلو دمتري. يا ربي بقى يا جدعان بقى. يخرب بيت دمتري. يخرب بيت دمتري تاني مرة يا جدعان. ما تبوشش مستقيت عليتا. هكسر لكم انا البتاع دي. جدعان ليه يا جدعان ليه؟ وطبعا الخنازير كسبت. وده يعتبر اخر جيم لينا النهاردة. واكواد الجواهر هتتوزع عليكم في الكومنتات وفي الانستجرام. بس لازم تكون عامل لايك وفولو على الانستجرام. ما تنساش نوصل الفيديو ده 5000 لايك عشان ننزل الجزء الثاني وهيكون فيه اكواد جواهر برضه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. سلام.